صباح الخير سوزان، صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا في جوله جديده من داخل الاداره العامه للمرور للتعرف على حركه الطرقات والشوارع والمحاور الرئيسيه للقاهره الكبرى صباح الخميس 30 مايو. هيكون معنا في الجوله النهارده المقدم مصطفى ابراهيم رئيس غرفه العمليات الاداره العامه للمرور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك والاستاذه سوزان وتحياتي لكل الساده المشاهدين. النهارده يوم الخميس من يعني بيبقى من اعلى الايام كثافه في الحركه المروريه، يعني كيف يبدو اليوم وتوقعاتك لوقت الذروه في الظهيره؟ والله يا استاذ محمد يعني زي ما حضرتك تفضلت، هو دايما احنا متعودين ان يوم الخميس بيبقى يوم من الايام اللي بيشهد كثافات مروريه عاليه، او هو يوم الموسم المروري على مدار الاسبوع، لكن اليوم من خلال متابعه الشاشات ومن خلال الاتصال بغرفه عمليات الاداره العامه لمرور القاهره والإدارة العامة لمرور الجيزة، يمكن معدلات الحركة المرورية النهاردة أقل شوية من المعدلات المعتادة في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا اليوم من الأسبوع. يمكن ده له أسبابه، يمكن عندنا يعني على وشك نهايات مواسم الامتحانات، يمكن أعتقد لم يتبقى سوى الثانوية العامة فقط، ده بيؤدي إلى هدوء نسبي شوية في حركة المرور. قبل ما نبدا استعراض الشاشات واستعراض المحاور الرئيسيه، هل في كان ضبطيات او حوادث على مدار ال 24 ساعه الماضيه؟ والله حضرتك حاليا يمكن ال 24 ساعه الماضيه يعني باستعراضهم كده كان في هدوء الحمد لله على كافه الطرق والمحاور. يمكن بدانا من الساعه 7:30 عندنا مجموعه من المؤثرات. المؤثر الاول والابرز هو على وصله المحور المريوطيه الجديد للقادم من المنيب اتجاه طريق مصر اسكندريه الصحراوي والقوس الغربي والطريق الدائري. سيارة نقل بمقطورة محملة طوب اختلت عجلة القيادة في يد قائد السيارة، اصطدمت بسيارة أجرة من الخلف، للأسف انقلبت السيارة وانقلبت الحمولة. الكلام ده كان حوالي الساعة 47 دقيقة، بلغ داخل على حوالي 45 دقيقة ساعة. انتقل ضباط السادة ضباط الإدارة العامة للمرور، حاليا تم تجنيب السيارة والآن بيتم تجنيب الحمولة. الحمد لله الحادث لم يسفر عن وجود مصابين، طبعا أطراف الحادث سابوا الحادث لرجال المرور يتصرفوا فيه بطريقتهم. للأسف طبعا الحادث له تأثير كبير جدا وله مؤثر كبير جدا على حركة المرور في هذه المنطقة القادم من المنيب تجاه وصلة محور المروطية الجديد تجاه طريق مصر اسكندرية الصحراء. السادة الضباط موجودين حاليا بيتم تجنيب الحمولة. الطريق يمكن ماشي حارة واحدة، كان عامل توقف تام في حركة المرور لمدة حوالي 15 أو 20 دقيقة، حاليا الطريق ماشي حارة واحدة وفي خلال 10 دقائق إن شاء الله هيتم فتح حارة أخرى يبقوا حارتين إلى أن يتم تجنيب الحمولة بالكامل. يمكن المؤثر الثاني اللي موجود عندنا بالتنسيق مع غرفة عمليات الجيزة في إحدى محطات الوقود في منزل شارع البحر الأعظم من الطريق الدائري، هذه المحطة الآن فيها سولار. يبدو أن أزمة السولار يعني عادت تطل برأسها من جديد وأصبحت لها بعض المؤثرات على بعض المحطات الوقود اللي موجودة في مناطق حيوية لها تأثير على حركة المرور. هذه المحطة عاملة مؤثر على منزل البحر الأعظم القادم من الطريق الدائري ومؤدية إلى تعطيل نسبي في حركة المرور على منزل البحر الأعظم من الدائري. الحاجة الثالثة عندنا برضو حوالي الساعة 7:15 على كوبري الشموت في طريق مصر اسكندرية الزراعي، حادث ما بين سيارة بيجو وسيارة نص نقل صغيرة أمام إحدى شركات إنتاج الأجهزة الكهربية المعروفة على الطريق. للأسف الحادث نتج عنه 4 مصابين وتلفيات بسيطة، موجود هناك ضباط قيادة شبرا وبيتم تجنيب الحادث الآن. الحادث له تأثير بسيط على حركة المرور في الاتجاه القادم من اسكندرية اتجاه القاهرة. عندنا بقى المؤثر الأكبر اللي بقالنا كام يوم بننبه يعني بننوه عنه ونلفت نظر السادة المواطنين إليه، اللي هو منفذ السلوم البري. منفذ فيه بطء شديد جدا من جانب في السحب من جانب الليبي لدخول السيارات المصرية إلى الجانب الليبي. غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور في متابعة مستمرة مع نجدة مطروح ومع إدارة مرور مطروح. أعداد السيارات كان وصل لعدد كبير جدا، كنا سبق إن احنا أشرنا ليه قبل كده مع حضرتك في لقاء سابق. هذه الأعداد في الانخفاض، كل يوم بتقل عن الأول، لكن ما زال هناك تكدس. أعداد السيارات ما زال في معدل في ارتفاع السيارات المنتظرة الدخول إلى الجانب الليبي من الجانب المصري. نصيحة للسادة المواطنين أو ننبههم، السيارات النقل المحملة حاجات لا يخشى عليها من التلف زي مواد البناء أو السيراميك أو خلافه ممكن يبدأ رحلته المرورية اليوم أو باكر على الأكثر. السيارات النقل التقيل اللي محملة مواد غذائية يخشى عليها من التلف أو حاجات يخشى بضائع يخشى عليها من التلف أو يعني حاجة ممكن تتلف من الانتظار داخل المنفذ، يفضل إرجاء بدء الرحلة المرورية لمدة 48 ساعة أو 72 ساعة. لكن المشكلة في طريقها للحل،
وفي انخفاض. التهاب التكتس نتيجة ايه يا فندم؟ هو نتيجة ان 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 في بطء من في السحب من دخول السيارات من الجانب الليبي. ده نتيجة تفتيش ولا لا؟ هم اجراءات امنية. في بروتوكولات موقعة ما بيننا وما بين الجانب الليبي ده على مستوى يعني وزارات الخارجية. هذه الاجراءات مع يعني مع هذه الاجراءات قد تطول شوية وقد يبقى فيها سرعة شوية وفقا لحجم الاقبال على دخول المنفذ. يبدو ان اليومين دول يومين موسم زراعي وفي سيارات كثيره بتتوجه محمله مواد غذائيه تدخل الجانب الليبي مع هذا التكدس مع عدم يعني قدره الجانب الليبي على استيعاب هذه العدد بيحصل فيه تكدس شويه، لكن اعتقد ان الامور ماشيه في نصابها وبس تكدس، وهذا التكدس من السيارات بيقل يوم عن يوم. فاذا كان في حد معاه حموله لا يخشى عليها من التلف يتفضل يتجه هناك مع برضه مراعاه الاعتبارات اللي احنا قلناها. اذا كان في حاجه فيها مواد غذائيه يفضل الانتظار 48 ساعة أو 72 ساعة حتى لا ينتظر وتعرض بطاعته إلى التلف. بالنسبة للحوادث يا فندم، هل كان في حوادث على مدار 24 ساعة الماضية أو قطع طريق من جانب محتجين أو يعني متظاهرين؟ لا الحمد لله، ال 24 ساعة الماضية يعني حضرتك كنت معانا هنا امبارح منذ حلقة أمس لغاية الآن الحمد لله ما فيش أي اختراط بأي قطع طرق، ما فيش أي حوادث الحمد لله لها يعني نتج عنها إصابات أو وفيات أو مؤثرات على حركة المرور، سواء الحادثتين اللي اشرت لسيادتك عليهم والمؤثر الاخر بتاع منزل البحر الاعظم والمؤثر اللي مستمر معانا بقاله كام يوم اللي هو منفذ السلوم. نستعرض الطرقات والمحاور الرئيسيه شوارع القاهره في هذه الشاشه الرئيسيه. يمكن لو ترجمت مع حضرتك الكلام اللي احنا قلناه، ده محور جوزيف تيتو للقاتم من المنطقه الشرقيه وطريق مصر اسماعيليه الصحراوي وطريق بلبيس ومدينه السلام تجاه الحرفيين، وده مناطق مصر الجديده. كابتن محمد متعودين ان هذه المنطقه في مثل هذا اليوم بيبقى فيها تكدس كبير جدا بالنسبه لهذا الدوران اللي موجود للي جاي من الكليه الحربيه وداخل شارع عبد الحميد بدوي او داخل مناطق مصر الجديده. يعني زي ما حضرتك شايف الحمد لله الامور تسير بصوره طبيعيه، استكمالا بقى مع شارع الثوره للقادم من طريق مصر السويس الصحراوي وداخل لمناطق مصر الجديده، يمكن ده الاتجاه اللي جاي من طريق السويس اتجاه مناطق مصر الجديده هو الاتجاه الاخر. الحمد لله الامور تسير بشكل طبيعي جدا، مفيش اي كثافات، مفيش اي حوادث، مفيش اي معوقات الى حركه المرور. محور العروبه الاتجاه القادم من ميدان العباسيه اتجاه كوبري المطار، يمكن دي المنطقه اللي قدام الجهاز المركزي للمحاسبات، الحمد لله برضو هي كثافات متحركه بسيطه نسبيا، قليله نسبيا، غير مؤثره على حركه المرور، الامور تسير بشكل طبيعي. الاتجاه الاخر يمكن بيشهد انسيابيه اكتر شويه من الاتجاه الثاني، لكن كلا الاتجاهين بيشهدوا سيوله نسبه بمقارنه ويعني على عكس المتوقع او على يعني بمعدلات اقل كبيره جدا من المعتاده ومن المتوقع. ميدان رابعه العدويه ده على محور الاوتوستراد، يمكن المنطقه دي اشرنا ليها اكتر من مره ان بتنظمها اشاره مرور، دايما بيبقى في خدمه موجوده، احد الساده الضباط بيعاونوا خدمات من الاداره العامه لمرور القاهره موجودين بينظموا حركه المرور في هذه المنطقه. هذه الكثافات ناتجه فقط عن غلق هذا الاتجاه للاشاره الضوئيه، يمكن لما الاشاره تفتح هتنعكس الحركه المروريه للاتجاه ده، يقف الاتجاه ده يمشي فيبدا الامور تسير وبيتنظمها حركه مرور. شارع صلاح سالم امتداد محور العروبه واتجاه مناطق نفق الازهر ومناطق القلعه والمعادي، يمكن الحمد لله الامور تسير بشكل طبيعي. المكان الاخر برضه اللي هو كوبري 15 مايو، يمكن متعودين في مثل هذا الوقت من اليوم ان يبقى في زحام شديد جدا بسبب توجه الساده المواطنين لمناطق مدينه 6 اكتوبر. يمكن بس المنطقه فقط اللي فيها يعني الى حد ما ارتفاع نسبي في معدلات الحركه المروريه في هذه المنطقه هو مطلع شارع النيل من مطلع العجوزه، شارع النيل من العجوزه عند مسرح البارون، ده بيضاعف شويه احجام الحركه المروريه على الكوبري، لكن ما زالت حتى الان الاحجام الحركه اقل من المعدلات الطبيعيه، ويمكن هي المسافه اللي فيها الحركه المروريه بتزداد فقط اللي هي المسافه المحصوره ما بين مطلع العجوزه شارع النيل من العجوزه والمنزل اللي بعده على طول مجرد ما بيعدي فرع النيل متجه الى منزل الزمالك. المنطقه دي فقط اللي فيها بعض الكثافات نتيجه تضاعف الحركه المروريه ونتيجه وقوف بعض السيارات لقبول بعض الركاب في هذه المنطقه. يمكن ده الاوتوستراد برضو استكمالا مع ميدان رابعه العدويه اتجاه مناطق المعادي واتجاه المتجه الى طريق الصعيد الشرقي وحلوان الى اخر هذه المناطق، يمكن برضو الحمد لله بيشهد سيوله مروريه عاليه. ده كوبري اكتوبر، هذه المنطقه اللي فيها الطريق بيضيق من 4 حارات الى حارتين، يمكن متعودين دايما هذه المنطقه بيبقى فيها كثافات مريبه فيها توقف
يمكن كثافات بتوصل ل 200-300 متر. حاليا الحمد لله الامور تسير بشكل طبيعي، ما فيش اي معوقات او مسارات حركه المرور. خلينا اقول لحضرتك بقى في مجال الضبطيات، بالامس كان في حمله على طريق مصر اسكندريه الصحراوي في منطقه مرغم لضبط قائد السيارات اللي بيتولوا قياده السيارات وموقعين تحت تاثير تعاطي المواد المخدره او العقاقير المخدره. تم الاشتباه في عدد 15 قائد مركبه، 11 منهم العينه بتاعتهم طلعت سلبيه واربعه طلعت العينه بتاعتهم ايجابيه. يمكن متعودين دايما ان احنا يعني نذكر بعض السيارات اللي سبق الابلاغ بسرعه. قبل ما ننتقل لنقطه السيارات المسروقه، يعني هذه الحملات يا فندم بتكون بالتعاون مع وزاره الصحه ووزاره الداخليه؟ طبعا هو هذه يتم الكشف الفوري على المشتبه فيهم. هم هذه الحملات بتتم بالتنسيق ما بين وزاره الصحه وما بين وزاره الداخليه. وزاره الصحه هو العضو الفني في الحمله، أعضاء الحملة من الضباط والأفراد غير مؤهلين فنيا، هو بيتم الاشتباه في قائد المركبة، بيتم سحب عينات منه وفقا لما يراه عضو وزارة الصحة اللي موجود معانا. هذه العينات من خلال الكشف باستدلالات معينة، من خلال كواشف معينة بيتم من خلالها الكشف الفوري ومعرفة نتيجة هذه التحاليل إذا كان متعاطي للمواد المخدرة، بتؤدي يعني بتعطي مؤشر معين بهذه الكواشف، واذا كانت نتيجته سلبيه بتعطي يتم في الحال يا فندم هذه يتم في الحال في خلال وامامه وامام قائد المركبه. يعني الموضوع ما بقاش فيه مجال مثلا لتجني او ادعاء بانه ده هذه العينه مش عينته، امامه كل حاجه هو شايفها امامه، ولذلك من يثبت ايجابيه العينه بتاعته يعني بيتوجه باستكمال بقى الاجراءات دون اعتراض. يعني العينه العشوائيه اثبتت ان اللي بيقودوا تحت تاثير مخدر من سائقين النقل او من سائقين الاجره او من سائقين الملاكي، وانهي الاكثر فيهم؟ لا هي حضرتك ما تحسبش كده، انا ما بعملش قط للطريق وحلل لكل اللي ماشي عشان اقدر احسب النسبه بالظبط. انا بطلع النسبه ممن تم الاشتباه فيهم. يعني انا امبارح، يعني انا اقصد الغالبيه العظمى بتكون من سائقين اي فئه من الغالبيه العظمى بيكون من الشباب صغير السن للاسف، يعني سائق الملاكي للشباب صغير السن، هم دي الغالبيه العظمى اللي اعمارهم بتتراوح ما بين 25 الى 30 سنه. بيبقى معظم بتثبت عينه ايجابيه العينه بتاعتهم من هذه الشريحة من المجتمع، أي مكان بقى 25-30 سنة ممكن برضو يسمح له بقيادة سيارة نقل، لكن في الحقيقة برضو الحملة عشان نكون منصفين، الحملة بتركز على سيارات نقل الركاب الجماعي. بيكون أكثر ضرراً ويعني بيكون أكثر ضرراً وأكثر يعني لا قدر الله، هي دي الفئة اللي بننبه عليها. وده هيسوقنا أيضاً إلى موضوع آخر اللي هم قائدي حافلات السياحة. يمكن كان في تنسيق بيتم ما بين وزارة السياحة وما بين وزارة الداخلية في خلال الشهر الماضي، يمكن الموضوع له بعض التداعيات يعني، لكن هو جملة بيتم التركيز على قائدي مركبات قائدي سيارات نقل الركاب. طيب الإجراءات اللي بتتخذ ضد هؤلاء، يعني اللي بيثبت تعاطيهم المخدرات وهم يعني سائقين، ايه الإجراءات اللي بتتخذها الإدارة العامة للمرور؟ هو بيتم التحفظ على هذه العينة اللي بيتم ضبطها، بيتم التحفظ عليها وبيتم يعني باللغه الامن العام كده تحريزها وجمعها بالجمع الاحمر، وبيتم سؤال الشخص اللي بيثبت ايجابيه عينته في محضر استدلالي سين جيم، وبعد كده بيسلم بهذه العينه المحرزه للقسم الشرطه اللي بيتم في دائرته هذه الحمله. وعلى فكره بيبقى معانا مندوب من مديريه الامن او القسم اللي تابع له جغرافيا المنطقه اللي فيها الحمل. بيتم عقب ذلك عرضه على النيابه، النيابه بقى بتتخذ اجراءاتها عقب ذلك، ويبقى لنا احنا بقى اجراءات مروريه بعد كده متعلقه باجراءات استرجاع التراخيص، رخصه المركبه ورخصه السياره. ممكن يتم سحب الرخصه في حال ثبوته ان هو بيسوق تحت مخدر يا فندم، او لا. في اجراءات من جانب الاداره العامه للمرور؟ هي لها اجراءات اداريه بتتولاها وحده المرور اللي مستخرج منها الرخصه متعلقه بسحب الرخصه او ايقافها، ده بخلاف العقوبه الجنائيه اللي بتقررها النيابه العامه وما يثبت عنه التحقيقات. لكن في اجراءات اداريه بتتم داخل وحدة المرور اللي بيتم فيها ترخيص رخصة القيادة أو رخصة التسيير. المحور الأخير والمحور الأهم النهاردة في الحلقة بتاعتنا، في سيارات تم ضبطها كانت مسروقة؟ هو امبارح على طريق مصر اسكندرية الصحراوي السيد الرائد طارق أبو العنين في الكيلو 70 عامل حملة استوقف سيارة سوزوكي
بيضاء اللون بدون لوحات معدنيه، بسؤال سيقعدها عن التراخيص اثبت انه هو معهوش تراخيص سياره، كان بياخدها شخص وبصحبته 5 اشخاص. بتفتيش السياره تفتيش وقايع عسر داخل السياره على سلاح ناري فرد خرطوش وطبنجه وثلاث طلقات. السيد الضابط بيرفع رقم الشاسيه والموتور للسياره، طبعا قضيه السلاح دي اتخذت فيها الاجراءات وتم التحافظ عليهم. فيما يتعلق بالسياره السيد الضابط بيرفع بصمه الشاسيه والموتور، تبين انها السياره رقمها طه ميم قاف 285، طه ميم قاف 285 دي مبلغ بسرقتها في اسم شرطة مدينة نصر بسنة 2011. السيارة الآن موجودة في اسم شرطة النبارية في مديرية أمن البحيرة. السيارة رقمها مرة أخرى طه ميم قاف 285. يمكن البلاغ كان لسه قريب، يعني ما لم نتمكن من معرفة مالك السيارة، لكن مالك السيارة لو سمعنا الآن أو حد من ذويه سمعنا يمكن التواصل معنا على تليفون الإغاثة 012-2-3-1-4-0 012-2-3-1-4-0. هذا التليفون موجود، هرد عليه أنا أو حد من السادة الزملاء اللي موجودين معايا، هنبلغه كافة التفصيلات اللي يرغب فيه الحصول عليها. شكرا جدا يا فندم. تحت أمر حضرتك، تحت أمر. إذا مشاهدينا كنا معكم من داخل الإدارة العامة للمرور في الجولة اليومية للتعرف على حركة الطرقات والمحاور الرئيسية صباح يوم الخميس 30 مايو. يعني نعود إلى الاستوديو لاستكمال باقي فقراتنا، نتمنى لكم السلامة دائما، تغطيتنا مستمرة، شكرا لكم ومتابعونا.